السلام عليكم البنات، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده. البنات اليوم غدا ان شاء الله مسافره، وغادي نتقاسم معاكم بعض الاحتياطات اللي كندير قبل السفر. واذا نسيت شي حاجه ولاحظتوها البنات قولوها لي في التعاليق باش نبدا نديرها حتى انايا. وغادي نتقاسم معاكم البنات بعض اللحظات من الطريق. تبعوا معايا هذا الفيديو الى الاخر، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اول حاجه البنات كندير من بعد ما تنجمع الدار، صافي نلبس عليا غاده، كنبدا نشد الماء هو الاول ونتاكد الماء واش تقطع. ضروري نتاكد، ما كنخليش البنات الماء بلا ما نسدو، ضروري نسدو. كذلك تندز اي حاجه عندي في الضو وتنحيدها، وكنتاكد الريوس ديال البوطه ديالي واش باردين، عاد تنسد البوطه. كذلك البنات تنمشي البوطات ضروري نزيرهم مزيان مزيان، هذه ضروري تنديرها. وكنطفي البنات جميع الضيوان وكنطيح المكانة. بالنسبة للبنات المكانة انا كنطيحها حيت عندي ثلاجة يعني خاوية وطافياها. بالنسبة اللي عندها ثلاجة فيها شي حاجة وبغات تخليها مشعولة، يعني بلا ما تعمل هاد المرحلة هادي انها تطيح المكانة، لا تخلي المكانة ديالها. انا كنعمل الاحتياط ضروري نطفي الثلاجة، لان كيكون الريح الشتا الرعد ممكن يعني تحرق ولا شي حاجة، كنطيح المكانة. كذلك البنات اذا كان عندكم شي محيباق ضروري تسقيوه قبل السفر، ولا ديروا له دوك السقي غوتا غوت. المهم البنات انا سقيته، كاين غير هذا المحيباق هذا سقيته، وغادي نهبط الريدو. وهذا الورد يعني ما عندي فين نحطه، بقى هكاك ما بين الريدو والسرجم. وكذلك البنات السرجم ديال الكوزينه ما كنسدوش كامل، كنخلي واحد الجانب منين يدخل الهواء وتهوى الدار. كندز البنات على السراجم كاملين تنسدهم، كنخلي غير هكا كل بلاصه كنخلي واحد الشقيقه باش تهوى الدار وما نجيش ولقاها مزموته. وكذلك البنات كنجمع المخاد كاملين في قنت وكنستفهم، والسداري كنجرو، وكنسد الباب وكنتاكد واش مسدوده مزيان. ونسيت البنات ضروري ضروري قبل السفر ما تندير دعاء السفر، وكذلك 2 ركعات باش ربي يسهل لينا في هذاك السفر ونمشي ونجيو على خير وبخير. وهنا البنات راني قابطه الطريق، راني في يعني شاركت معاكم غير من سوق الاربع حتى الوزان، هي اللي غادي نشارك هكا نتقاسم معاكم لحظات باش تشوفوا الطريق ديال وزان كيفاش عامله، الفيراجات اللي فيها كي دايرين. المهم كيف كتشوفوا الطريق تبارك الله ما شاء الله ملاويه بزاف. المهم يلا هم معايا، وان شاء الله مازال غادي نوقف في شي بليسات ونوريهم لكم ان شاء الله، وغندير بكم كذلك واحد الجوله خفيفه في وزان. هاد الفيلاج البنات اللي حنايا فيه دابا اسمه 2 السرافه، بزاف البنات يكونوا يعرفوه. جا هكا على الطريق كيكون فيه السوق يوم الاثنين. صراحة كنت دزت واحد المرة فيه وكان فيه السوق وزوين، عندهم السوق تتحسي براسك بداك الزمن، الزمن الجميل. مازال فيه يعني مكينش الميزان، كاين الكفات، مازال الخضارة وداك الشيء في الأرض، فيه واحد الجو زوين. مهم معرفتش أنا دابا واش مازال هكاك ولا تبدل. هنايا أنا غدا مسافرة والتلات، يعني ما كانش السوق يعني في الليل وبنهار. وصافي البنات هكا غادي نكمل ان شاء الله الطريق. مهم انا نوريكم الطبيعه، الحمد لله الطريق زوينه والخضوره. ما بغيتش البنات انا صورت بزاف، ما بغيتش باش ما يجيش الفيديو طول، ما دخلتش كاع المقاطع، هكا حاولت نركز لكم غير على الطريق من يعني حد الدخله ديال السوق الاربعه ديال السكه
حتى الوزان. من بعد وزان كنت الصراحة بغيت نزيد نصور، ولكن ظلام الحال، وملي ظلام الحال يعني والتليفون دي شارجة يعني ما كملتش التصوير. وملي نشوفو غير هنايا الدنيا زوينة هكايا، وتنوصلوا الوزن ان شاء الله، عاوتاني تيجي تشوفوا معايا بعض الاشياء. ديال الوزان ضروري ما نوقف في هذه البلايصه، هذه كتعجبني بزاف وعزيزه عليا. هكا غادي نرتاحوا استراحه، صلينا العصر هنايا، بعد ان شاء الله غادي نكملوا الطريق. المهم انتم معايا ان شاء الله، مازال ما غادي نقول لكم فين ماشى، ولكن ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، واذا جا شي فيديو موراه تعرفوا الاصل ديالي منين، لان بزاف ديال البنات كيقولوا لي سعاد منين هو يا الاصل ديالك. كيقولوا لي الهضره ديالك ماشي عرايشيه. اهل البنات انا ماشي زعما ماشي من العرايش، وحتى زعما ما كنعرفش بزاف العرايش، يعني مازال عاد كنكتشفها، وتانا كنتعلم. بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي سعاد زعما شحال الكرا كيكون في العرايش، المعيشه واش غاليه ولا رخيصه، نتمنى البنات يجاوبوا هما البنات في لي كومونتير. يعني انا ما سكنتش فيها بزاف، يعني مازال ما يعني ما واخداش نظره عليها كبيره، يعني يلا تانا كنكتشف العرايش. وقفنا البنات في هذه البلايصه هذه في الدخله ديال وزان، كنعمر فيها الماء. هاد البلايصة البنات زوينة، جاية هنايا شجار وشجار الزيتون. أغلبية دابا اللي كيكون جاي، المهم جاي الوزان وغادي هكا جهة الشاون، كيوقف هنايا كيغسل الطونوبيل بيدو، ولا تما كيكون الدراري هكا كيف تشوفو كاينين تما الشطابات وداك الشي كيغسلوه وكيغسلوها. المهم زوينة هاد البلاصة وباردة. المهم حنا وقفنا ارتاحينا فيها، إوا وعاد غنكملو إن شاء الله الوزان. وهذه يا البنات هي الدخله ديال مدينه وزان. وزان البنات واحد المدينه صغيره ولكن زوينه زوينه، وناسها الله يعمر ليهم الدار. فريجه ومدينه محركه، ماشي يعني ما شاء الله، يعني ديما تلقاها عامره، وسبحان الله عزيزه عليا بزاف وزان. واحد المدينه اللي دايره بالخضوره والجبال، صراحه الجو فيها زوين بزاف. البنات ما درتش بكم دورة كبيرة في وزان، ولكن مازال الوقت ان شاء الله ندير شي جولة ان شاء الله. فعلا تركة فعلا تركة. المهم دابا هكا يا غير باختصار جولة خفيفة، يعني البلايص اللي معروفين في وزان راه ما مشيتش ليهم، حيت صافي تلاقيت مع الاخت ديالي وتلهيت وصافي وتلهيت مع شحال ما تشوفنا. ان شاء الله المرات الجايين نزيد نصور لكم. والبنات عندي متتبعات كيحماقوا على الطبيعه، ان شاء الله ان شاء الله. دابا انايا يلا جيت، واذا لقيت هكا البيسات زوينين ومنشارك معكم راه ما غاديش نبخل عليكم اكيد. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وسمحوا لي البنات على الصوت، راه ضربني البرد، قبطني الرواح. الله يشافيني ويشافي جميع مرضى المسلمين.
والفيديو غيكون وصل للنهاية ديالو. نتمنى البنات يكون نال الإعجاب ديالكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.